استعمال السيارات الحكومية في غير الوقت الدوام الرسمي. استعمال ايش؟ استعمال السيارات الحكومية في غير وقت الدوام الرسمي. استعمال الحكومة السيارات الحكومية في الدوام الرسمي أو خارج الدوام الرسمي إذا لم يكن لمصلحة العمل فإنه لا يجوز، لأن هذه السيارات للدولة ولشغل الدولة، فلا يجوز لأحد أن يستعملها في شغل الخاص. والمشكل أن بعض الناس يتهاون في أموال الدولة مدعيا أن له حقا في بيت المال، ونقول إذا كان لك حق في بيت المال فلكل فرد من الناس حق في بيت المال أيضا، فلماذا تخص به نفسك على الإنسان؟ لماذا تخص به نفسك وتستعمله لنفسك؟ أليس لو جاء أحد من الناس الذين قد يكونون أحق من هذا الرجل وأراد أن يستعمل هذه السيارة في أغراضه الخاصة يمنع؟ فكذلك هذا الرجل، وإذا كان الإنسان محتاجا للسيارة فليشتري السيارة من ماله الخاص.